يبقى انا كنت بقول ايه، كنت بقول ان انا بعمل سكيب كاونت من الايه التيبل اللي انا عايزه اجيبه للتايم تيبل الايه بتاع النمبر اللي انا عايزه اجيبه. طيب ده بيفكرني بايه؟ فاكرين الباترن؟ فاكرين الباترن ولا لأ؟ فاكرين يعني لما كنت بقول كده مثلا ايه، لو قلت 3 مثلا 6 9 12 وقلت ايه، بنزود سري كمان. اه فاكرين بقى هنا كنت بعمل ايه، ايوه كنت كنت بعمل حاسبة ايه بلس دلوقتي. 3. ايوه بلس سري. الباترن بتاعي كان ايه، كنت بعمل فيه هنا ايه، كنت بعمل كل شوية بلس 3. هو نفس الايه، نفس الفكرة. يبقى هنا اقول ايه 3 times 1 equal 3، هقول 3 plus 3 equal 6، 6 plus 3 equal 9، 9 plus 3 equal 12، بعدين 15 18 21 24 27 30 33 36. وبالتالي هيبقى ال times بتاع ال 3 هتبقى ايه، تبقى 3 times 1 equal 3، 3 times 2 equal 6، 3 times 3 equal 9، 3 times 4 equal 12، 3 times 5 equal 15، 3 times 6 equal 18، 3 times 7 equal 8 21، 3 times 8 equal 24، 3 times 9 equal 27، 3 times 10 equal 30، 3 times 11 equal 33، و3 times 12 equal ايه 36. ده ايه التيبل بتاع ايه، بتاع نمبر 3. طيب ايه الطريقة التانية برضو بصوابعي، في طريقة بصوابع ايديا. انا عندي كام عقلة في كل صباع؟ عندي كام عقلة؟ عارفين عندي العقلة ولا لأ؟ اثنا عشر. انتوا عارفين العقلة؟ طب ثانية واحدة كده، طب وهي ايه عقلة دي؟ خليني ثانية واحدة هفتح لك بس الكاميرا من ده ازاي. خليكي معايا. Recording in progress. شايفين صباعي بصوا، شايفين صوابع ايدي الحتة الصغننة دي، دي كده اسمها عقلة، شايفينها الخط الصغنن ده كده. طب ثانية لا هعمل احنا بس مش بين، شايفينها. ثانية واحدة هعمل بس بين ال العقل الفيديو. اهي. شايفين كده؟ ايوه العقل دي بقى. بصوا الخط ده، شايفين الخط ده، ايوه الحتة دي صغننة دي اسمها عقلة.
ايوه انا عندي بص برضو زيها في ايديا كلها، ايوه، ما عندي في ايديا. كلنا عندنا كده، ومن الخط ده للخط ده دي اسمها عقلة تانية، ايوه ومن الخط ده اللي تحت كده اسمها عقلة تالتة. كل صباع عندي فيه ايه؟ 3 عقل، و 1 2 3 شايفينهم؟ بصي يا 1 بس انا بقى 2 3. 1 2 3 1 2 ماي 3 برافو عليك. 4 والصباع الصغير 1 2 3 3 اخر واحد. كلهم بص بص هتلاقي كل الصوابع عندنا فيها ايه؟ بس على اي حد 3 ايه؟ بس في حاجة كده غريبة يا مس. 3 عقل، 3 عقل اهي، ايوه كلهم فيهم لقيت 3. الصباع التخين يا مس، ده في الصباع الأخير التخين ده في بيكون 3 برضه. عقلة أولانية بص بص في ثلاث، والتانية بس في 3 خطوط محطوطة في اهي، مكان في 3 صغير. خطوط شايف؟ انا عندي 3 خطوط اهو، وانت عندك برضو نفس ال3 خطوط. بس الخط التالت تحت خالص، بس عندك ال3، كل صباع فيه 3. لما أكبر ممكن يكبر هو كمان صباع. ان شاء الله يكبر. طب ركز معايا. طيب يبقى انا كنت بقول ايه؟ اول حاجة ايه؟ لو عايز اجيب ايه التيبل بتاع 3 اهي، 3 اهي، عايز اقول ايه؟ 3 تايمز ايه؟ 1، 3 تايمز 1، هطلع صباع واحد اهو، وعد العقل اللي فيه، في كام؟ 1 2 3، يبقى 3 تايمز 1 ايكوالز ايه؟ 3 وان صح؟ طب لو قلت 3 تايمز 2 هطلع كام صباع؟ هطلع كام؟ ها؟ 3 تايمز 2، وهعد عقل، يلا نعدهم 1 2 3 4 5 6، يبقى 3 تايمز 2 equals ايه؟ ها كل واحد يطلع 2 صباعين ويعد الايه العقل. 1 2 3 4 5 6 6 6، 6 يبقى 3 تايمز 2 equals ايه؟ 10 equals 6. 10 طيب لو قلت 3 تايمز 3 3 ها 9 هطلع ايه؟ 9 9 9 9 برافو، 9 هطلع 3 صوابع وعد العقل هيطلعوا 9. طب 3 تايمز 2 طب يا بس انا عايزه اوريك حاجه غريبه كده في الصباع. في بص في النص بتاع الصباع الطويل ده، في خط، في بعد عقلتين ما كده الصراحة. من الاخر ممكن بعد اهو. الحصة تبقى صورها لي ونبقى نتناقش في الموضوع ده، ايه رأيك؟ ماشي ماشي. يبقى لما اقول 3 تايمز 4 هطلع ايه؟ 4 صوابع هم، وعد العقل، ايوه 4 تايمز 12 هيطلع 12. برافو عليك. طب لو قلت 3 تايمز 5 15 ها 15 15، برافو عليكم، وهكذا وهكذا. كل ما هعمل ايه؟ كل ما هطلع هقول تايمز 3 هطلع النمبر ايه على صوابعي. 15 فبعد ما خلصت العشر التن الصوابع بتاعتي، عندي شغل التن بس، بعد التن هعمل ايه؟ هستخدم السكيب كاونتنج عادي. بعد التن هعمل ايه؟ هستخدم سكيب كاونتنج. الاساس عندي ان انا بعمل ايه؟ ركزوا معايا، الاساس عندي ان انا بعمل ايه؟ سكيب كاونتنج. تمام. طيب انا عايزه السيركل الشيب ده والسيركل دي نهتم بيها كويس، عشان دي هنستخدمها في الديفيجن كمان. يعني ده هيساعدني في ايه؟ السيركل دي والشكل ده هيساعدني في ايه؟ هيساعدني في المالتيبليكيشن وفي الديفيجن. تمام. طب يلا نعمل الفور مع بعض، يلا نعمل الفور مع بعض. اهو، وبدل ما احط ال 3 في السيركل الصغيرة هحط ايه؟
هحط فور، بعدين اعمل ايه؟ هستارت فروم 1، 4 تايمز 1 ايكوال ايه؟ 4. واستخدم الباترن او اعمل سكيب كاونتنج، يبقى 4 بلس 4 ايكوالز ايه؟ 4 بلس 4، 4 بلس 4 9 8.8. بعدين ال 8 عملها بلس 4، 8 بلس 4 12. برافو، 12 بلس 4 14 13 14 15 16 17 16 16. برافو عليك، انت فين يا يوسف؟ 16 بلس 4. مش سامع صوتك ليه؟ انت نمت ولا ايه؟ 16 بلس 4 يا ناس، هو انا امسح السرير واكتب 4؟ اه هنعمل بقى الفور، هنعمل التيبل بتاع الفور. 20 20 تواني، يعني برافو. هنمسح كل حاجة، لا هنعمل واحدة جديدة. هنمسح. طب يا ناس هنمسح كل الأسئلة اللي احنا كتبناها. لا فوق في صفحة جديدة نمسح ليه؟ نعمل واحدة جديدة. هنرسم تاني يا ناس. مش لازم ترسم دلوقتي، انا هكتبها معاك وهبعتها لكم. ماشي، ويكون في ركز بس تخلص. معايا، اعمل بس بلس معايا دلوقتي. 20 بلس 4 20 بلس 4 24. 24. 24 24 بلس 4، برافو عليك. 24 بلس 4، 24 بلس 28 4 28 28. 28 28 بلس 4 بلس 4 30. 19 31 لا 32 32 بلس 4 36 36. برافو، 36 بلس 4 40. 40. 40 بلس 4 34 44. 44 بلس 4 48. 48 تعالوا نكتب بقى مع بعض التيبل بتاع الفور. 4 تايمز 1 ايكوال 4، 4 هنرسم تايمز 2 ايكوال 8، 4 اي تايمز 3 ايكوال 12، 4 تايمز 4 ايكوال 16، 4 تايمز 5 ايكوال 20، 4 تايمز 6 ايكوال 24، 4 تايمز 7 ايكوال 28، 4 تايمز 8 ايكوال 32، 4 تايمز 9 ايكوال 36، 4 تايمز 10 ايكوال 40، 4 تايمز 11 ايكوال 44، 4 تايمز 12 ايكوال ايه؟ 48. طب نركز نركز، هنعمل ايه؟ انا عايزة الهوم ورك بتاعنا ايه؟ هعمل تيبل الفايف والسكس والسيفن. ايوه الفور والفايف والسكس والسفن. ايوه الهوم ورك بتاعنا ايوه هنعمل ايه؟ الفور والفايف والسكس.
ايوه خليها 4 الفور، و5 و6. الفايف والسكس والسيفن، الفايف والسكس والسيفن نفس تقريبا نقول طريقتي. 5 6 7. فور هكتبهم في الفور برضه. و5 و6 و7 مع بعض لا ليه؟ طب ما احنا الفور خليهم 12. عملناها، هنعمل الفايف والسكس والسيفن. الفايف والسكس والسبن ما مش هنعمل الفر. ما الفور هنا عاملها لك اهو. لما نقفل السيشن يا ناس ونخلصها هنعمل كده، اه هنعمل فايف والسكس والسبن بس. ماشي ايوه برافو. وانا هبعت لكم الفور والثري اللي احنا عملناهم والتو. هنعمل تمام، فيهم ايه بقى؟ الفور والثري الوان والتو والثري والفور يبقوا هنعمل معاكم، فيهم يبقوا ايه؟ معاكم بس، يبقوا معاكم اكتبوهم في النوت بوك بتاعتكم. تمام. يبقى طيب نبدأ الطريقة دي، بنبدأ من الطريقة 1 دي هعمل فيها ايه؟ لحد 6 لحد 7. لغاية السيفن. او عرفتوا تعملوا لغاية التن اعمله، ما عرفتوش خلاص لغاية السيفن. انا طب بصي، خلينا نعمل من اول 1 لحد 5 او 6. لا لغاية 7. عايز تعمل لغاية 1، من 1 اعمل لغاية 7. الأساس يعني بتاعي إن عامة أنا عايز هندرس من أعمل، أول ركز معايا عشان الحصة اللي الوان بعدكم. والتو الأساس والثري معايا والفور والفايف والسكس يوسف لو والسفن، سمحت عايزين استني تعملوا واحدة. كلهم. يوسف أنا كلامي واضح لو سمحت استنى ثانية واحدة، كلامي واضح. قلت عايزة التيبل بتاع الفايف والسكس والسيفن، مش عايزة أكتر من كده. ده الهوم ورك بتاعنا. السيفن ده اه الفايف والسكس والسيفن عرفنا نعمل اكتر من كده. تمام، ما عرفناش يبقى ايه الاساس ان انا اعمل الفايف والسكس والسيفن بنفس ماشي. الطريقة دي. اوكي اوكي ماشي، انا هبعتهولكم دلوقتي ان شاء الله نكمل الايه المرة الجاية. ممكن اقول لك حاجة بس يا ريس؟ اتفضل. الحاجة دي معناها ايه بقى؟ اللي في النص ده يعني مش انا هو مش فاهمة يوسف عايز ايه. استاذة مفيش، خلاص مش عايز حاجة. ماشي يوسف، اشوفك في الحصة الجاية. باي باي. باي باي. باي باي.